بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم بالمحاضرة الرابعة من مساق أساسيات البرمجة. ولازلنا إحنا في عالم الجافا فاندمنتالز، وزي ما تعودنا ندخل في المواضيع العناوين كالتالي. العنوان الأول اللي هناخده خلال المحاضرة هاي بأن إحنا هنستكمل عالم الأريتمتيك أوبريشن، وحنتطرق لموضوع الانكريمنت والديكريمنت طبعا بتفاصيلها، وبعدين حنرجع لموضوع القراءة من الكيبورد. لأنه أذكركم إحنا بالمحاضرة الثانية دخلنا في عالم الأوتبوت، بعدين لما ندخل في عالم الإنبوت أعطينا بس فقط مثال واحد وحيد كيف نقرأ من الكيبورد بشكل سريع، لكن هذا دخلنا على عالم الفيريابل أو المتغيرات، واللي كانت طبعا جل المحاضرة الثالثة تتعلق بموضوع المتغيرات وتفاصيله. فاليوم هنرجع احنا لموضوع الكيبورد، وندخل طبعا ندرس موضوع القراءة من الكيبورد بشكل اعمق ومفصل اكثر. طبعا هنتطرق للي هو المصطلحات او الميثودز هدول، النكس بايت والنكس شورت والانتجر والنكس لونج وفلوت والدبل، وهذا طبعا اسماء احنا شفناها في المتغيرات، هنشوف كيف استخدامها، وبعدين هنشوف مع بعض كيف نقرا string من لوحة المفاتيح، وبعدين كيف نقرا حرف واحد، شو الآلية، كيف النظام اللي هنتبعه عشان نقرا حرف واحد من لوحة المفاتيح. بعدين هندخل هنا في نرجع كمان موضوع بعض ال string methods. طبعا احنا اخذنا ثلاث methods قبل هيك المحاضرة اللي فاتت، وكان الميثود الاول هو موضوع اللينك بيحسب لي عدد الكاركتر تاعون السترينج. بعدين اخذنا تشار ات اللي هو بيقول لي يعني الكاركتر موقعه حسب الاندكس تاعه، حيظهر لي على السكرين اذا عملنا له سيستم دات برنت اوت دات برنت لاين. واخر ميثود اخذناه في موضوع السترينج اللي هو تو ابر كيس تو لوور كيس. لكن اليوم احنا هناخد مواضيع ميثود جديدة، يعني اللي هي contains، يعني هل السترينج تاعنا او التكست الجملة تاعتنا تحتوي على كلمة معينة، هل two strings بيساون بعض، وكيف نعمل عملية الريبليسمنت، يعني نبدل كلمة بدل كلمة الموجودة في النص. وهذا الكلام احنا كنا نشوفه اساسا في برنامج معالج النصوص. طبعا هذا حيدخلنا شوي على البوليان داتا تايب، واحنا هذا الداتا تايب احنا ما تطرقناش لها كتير، لكن احنا هتمر معنا، وطبعا حيكون جل تركيزي عالم البوليان داتا تايب المحاضرة الجاية في عالم الكونديشن، لكن حنتطرق لها طبعا لما نستخدم بعض الميثودز هدول، وهذا كان برضو من احد الاسباب ان احنا ندرس هدول الميثود. واخر شيء حنحكي عن حاجة اسمها برنت اف، مع انه هذا موضوع يعني احنا انتهينا منه موضوع الاوتبوت، لكن هذا اصايد يعني شيء جانبي وفقط رؤوس اقلام كمعلومات عامة. وهذا الموضوع بيتعلق بموضوع كيف نتحكم بالفورمات تاعت المخرجات، يعني الارقام قديش الديسيمال بوينت نعملها، نحط فواصل بين ارقام الالفات عشان يكون اسهل في القراءة الى اخره. حنشوف الكلام هذا بشكل سريع كمعلومات عامة. نبدأ أول شيء في موضوع الانكريمنت والديكريمنت. التعريف أنا بالنسبة لموضوع الانكريمنت، أولا كلمة انكريمنت جاي من كلمة انكريز، انكريز يعني يزيد، وديكريمنت جاي من ديكريز اللي هو يعني بنقص أو يقلل. فلما نعمل إحنا كلمة الانكريمنت في بنعمل أو بنقدر نعمل عملية الانكريمنت بأن إحنا نضيف واحد للمتغير او لقيمه المتغير. في عندنا طريقتين، الطريقه الاولى هنستخدم البوست انكريمنت، والطريقه الثانيه نستخدم بري انكريمنت. احنا طبعا في البوست انكريمنت هنا هو بيحط اسم المتغير بعدين وراه بيكتب بلس بلس، لكن في البري انكريمنت لا، هو بيعمل بلس بلس قبل اللي هو ايه اسم المتغير. تعال نشرح شو الفرق بين التنتين هذه. اولا بقول لي هان في البوست انكريمنت وي يوز، طبعا هو على افتراض ان الاكس هو الفاريبل اللي احنا حنزيد فيه عليه الواحد، فبقول نحن وي يوز اكس بلس بلس ان اور ستيتمنت اذا بدنا، اف وي وانت تو يوز
the current value يعني القيمة الحالية لمين؟ للx خلاص. And then بعدين we want to increment the value of x by one. أوضح لك النقطة هاي. هو بيقول لك هان أنا بستخدم الكلام هذا هيك اللي هي البوست انكريمنت يعني x بلس بلس. هذا آخر شيء بتم تنفيذه في الستيتمنت أساسا. إنما في الستيتمنت كل شيء بتعمله بنتعامل في قيمة x داخل الستيتمنت في الكورنت فاليو قيمتها هي هي قبل ما نضيف لها الواحد. بعد ما نخلص الستيتمنت بعد ما نخلص آخر شيء حينعمل بأنه ينضاف لقيمة x واحد. لكن بالمقابل هان بيقول لي لو أنت عايز تستخدم بلس بلس x اللي هو نظام البري انكريمنت in our statement في الستيتمنت if we want يعني بقول لك احنا we use plus plus x in our statement if we want to increment the value of x by 1 يعني اذا انا بدي ازيد قيمه الx بواحد هذا اول شيء بيصير يعني هي بتكون plus plus x موجوده within statement فاول شيء بتم انجازه اللي هي اعلى اولويه حتصير هنا بانه احنا نضيف قيمه واحد للx بعدين بنستخدمها في الستيتمنت تاعتنا. تعالوا نشوف احنا المثال هنا عشان يوضح لنا الصوره. مثال مثلا جاي لي هان انتجر الاكس بتساوي 5 ومعرف لي طبعا زد هنا برضو كانتجر. الان هنا جاي لي زد تساوي بلس بلس الاكس. شوف كلمه بلس بلس هذا اللي هو نظام ايش بري انكريمنت. بري انكريمنت خلينا امحي السكراتش هان. هذا معناها انه انا اول شيء انا هعمله هذا اعلى اولويه اصبح لما بكون عندي البلس بلس قبل اسم المتغير. اول شيء ان انا قبل ما اعمل يعني قبل ما اخزن في الزد انه اول شيء انا بعمله حضيف لقيمه اكس واحد. الان قيمه اكس شو بتساوي؟ 5. لما اضيف لها واحد حتصير كام؟ حتصير 6. الان السته هان حتتخزن وين؟ في قيمه الزد. فبالتالي لما بقول له اطبع لي قيمه الزد، زد شو حتساوي؟ 6. وقيمة x طبعا زادت لها واحد حتنطبع 6. فنطلع على الناتج، فلاحظ هنا اعطاني ايه الزد بتساوي 6 فعلا والاكس بتساوي 6. بالمقابل لاحظ هنا هو نفس الكود اللي هان ارجع اشيل كمان عشان توضح لك الصورة. هذا الكود والكود ما اختلفش، هو نفس الشيء، بس هذه اللهم ان هان حطينا بلس بلس قبل x وهان بلس بلس بعد x. شو اللي بيصير عندنا هان؟ بقول لي ان موضوع البلس بلس زيادة الواحد للx هذا اخر شيء تفكر فيه. يبقى هو اول شيء انا في عندي عمليات هنا، عمليه اللي هو التخزين. يبقى انا هتعامل انه قيمه اكس هنا اكس بلس بلس هي نفس قيمه اكس كما هي، هتعامل هيك واضح ان طب ايش قيمه اكس هنا بتساوي 5. فالان 5 هنخزنها في مين؟ في الزد. فصارت شو قيمه زد هنا تساوي 5. الا لما خلص الستيتمنت هاي وطلع منها ضفنا واحد للاكس، فصارت يعني بعد نهايه الستيتمنت هاي بعد نهاية الستيتمنت هاي ضفنا واحد للإكس، لكن قبلها كنا مخزنين قيمة إكس الأصلية اللي هي الخمسة في الزد. فبالتالي هنا زد حتساوي 5، لكن إكس قيمتها حتساوي كم؟ حتساوي 6 لأنها تغيرت ونضف لها واحد. لكن الملاحظة هنا أو الفرق بين التنتين، متى تم إضافة الواحد؟ تم إضافة الواحد في الحالة هذه هو أول شيء تم تنفيذه في الستيتمنت هاي. لكن هنا نضاف واحد للإكس آخر شيء بعد ما خلصنا الستيتمنت هاي كلها، بعدين ضفنا مين؟ واحد للإكس. واضح المفارقة هاي كتير مهمة. نفس الشيء بالنسبة لموضوع decrement. والديكريمنت طبعا عندنا نوعين، إما بالبوست ديكريمنت أو البري ديكريمنت. طبعا نفس فكرة اللي هان. فبقول لي إحنا هنستخدم X minus minus خلاص. In our statement إذا إحنا want to use the current value للX وبعدين بعد ما نخلص منها وتنتهي الستيتمنت عندنا هنعمل decrement هننقص قيمة X واحد. في البري ديكريمنت هنا لما نقول ماينس ماينس الاكس، وي يوز ماينس ماينس الاكس ان اور ستيتمنت اذا احنا بدنا ديكريمنت نقلص قيمه اكس واحد. هذا اول شيء بنعمل في الستيتمنت قبل اي عمليه ثانيه يعني ليها اعلى اولويه خلينا نقول، وبعدين هنستخدمها في اور ستيتمنت. مثال هان نطلع مع بعض. طبعا نفس الشيء قيمة x 5 وبيقول لي هان انه ماينس ماينس x يساوي زد. طب انا اول شيء شو اعمل؟ اول شيء لازم اعدل قيمة x، فهنا x بتساوي 5 ماينس ماينس الخمسة يعني شيل الواحد من الخمسة. هذا كله مباشرة اول شيء بعمله انه بدي اعمل عملية الديكريمنت، فهذا حتساوي 4. فاربعة الان حتتخزن في الزد،
فجينا هنا طبعا قيمة X اللي جينا صارت 4 وقيمة Z صارت 4، فهذه صارت 4 وقيمة X صارت 4. نشوف مع بعض زي ما انت شايف هذا هو الأوتبوت. لكن المثال الثاني هنا لما حطينا الماينس ماينس بعد X يعني X ماينس ماينس، أنا هتعامل هذه أن كلها قيمة X الأصلية، واضح؟ وكأنه أنا يعني انساك من موضوع الديكريمنت، لأنه أنا موضوع الديكريمنت هذا أقل أولوية. فأول شيء هتعامل أنه X كما هي. طب X بتساوي 5، الآن هنخزن 5 في مين؟ في Z، فصارت قيمة Z شو فيها؟ 5. بعد ما نخلص الستيتمنت هاي ونطلع منها هنشيل من قيمة X 1 وهنعدل قيمة X بأنه احنا نشيل منها 1، فتصبح قيمة X بتساوي كام؟ 4. وقيمة Z هتساوي كام؟ 5. وهذا كلام اللي احنا شايفينه. طبعا أتوقع أنه هيك صار في عندنا واضح المفارقة بين يعني x بلس بلس وبين بلس بلس x، والمفارقة بين x ماينس ماينس وماينس ماينس x. طبعا هنشوف مع بعض أمثلة لأن هذا الموضوع يحتاج إلى أمثلة أكثر منك. الآن ممكن طالب يسأل ويقول طيب أنت حكيت دكتور إنه إحنا x بلس بلس هذه لها أقل أولوية، طيب إحنا لو حطيناها بين قوسين وإحنا اتفقنا موضوع الأقواس بتخلي الشيء أعلى أولوية، ملوش تأثير، ملوش تأثير بتاتا، برضو حيتعامل انه قيمة X هنا بقيت كما هي الخمسة، يعني مش هذه ليست عملية في حد ذاتها تحتاج ان احنا نزيد اولويتها، هي فعليا كلمة X بلس بلس بيتم تنفيذها بعد ما نطلع من الستيتمنت هاي، يعني بعد نهاية الستيتمنت هاي للتوضيح. ودي على ذلك انه هنا خمسة هتتخزن في الزيت، فالزيت هتساوي كام؟ 5. الان لكن بعد ما طلعنا من الستيتمنت هاي كانت قيمة X انضفت لها 1 وصارت قيمة X بتساوي كام؟ 6. ودليل على ذلك انه هاي الاوتبوت اعطاني هيك. اذا كانت لكن لو كان انه هنا بيعطينا اولوية زي ما كنا نعمل بالعمليات الحسابية، فلك الحسابية الجمع والطرح والضرب والقسم والريميندر، نعم هذا كانت الاقواس تعطيني تزيد لي من الاولوية تاعتها، هذا كلام فيش فيه جدال. لكن موضوع X بلس بلس موضوع يختلف شوي، هذا احنا متى بيتم تنفيذها؟ هذا بيتم تنفيذها بعد ما تنتهي الستيتمنت. لكن لو كانت بلس بغض النظر شو عملت، لكن بلس بلس الاكس بيتم تنفيذها اول شيء وكانها ليها اعلى اولويه، ودي على ذلك بانه هنا قيمه زد 5. لكن لو كانت بالفعل موضوع الاقواس ليها تاثير بانها تزيد اولويه ويتم عمليه زياده الواحد للاكس بالاول، كان قيمه زد ساوت 6. واضح؟ مثال ثاني هنا جينا على معطيني انتجر اكس بيساوي 5 والواي بتساوي 8 والزد بتساوي، طبعا احنا عارفين اساسا انتجر، فقلنا له X بلس بلس كما اتفقنا X بلس بلس هذا أقل أولوية، سيبني منها أساساً، هذا مش أقل أولوية أساساً، مش حتتنفذ، يعني أتعامل أن هذا كله عبارة عن X، هذا حتتنفذ بعد ما خلص من الستيتمنت هاي، بعد ما أطلع من الستيتمنت هاي زي ما شفنا في المثال اللي فات. فقيمة X هم بتساوي 5، 5 زائد مين؟ 5 زائد 8. طبعا موضوع الجمع اللي هالي أولوية أعلى من التخزين، اتفقنا بالكلام هذا في المحاضرة اللي فاتت. فخمس وثمانية هيعطيني كام؟ هيعطيني 13، هتتخزن في الزيت، فقيمة زيت شو هتساوي؟ 13. مثال اللي بعدين اللي هنا الآن احنا غيرنا عن المثال اللي فوق وصارت عندنا هنا بلس بلس الإكس. الآن بلس بلس الإكس مباشرة أول ما أشوفها طبعا هي صارت أول شيء لازم أعمله، فبالتالي هذه كلها هتنشطب وهتنحل مطرحها من قيمة X زائد 1 اللي هي هتساوي كام؟ 6، لأن X أوريدي بتساوي 5. الآن 6 زائد Y اللي هي 8، 6 زائد 8 بيعطينا 14، هتتخزن في الزد قيمة 14، وهي الواضح الأوتبوت عندنا بيأكد الكلام هذا. نيجي على المثال اللي بعدي، الآن هذه X بلس بلس ضرب Y بلس بلس، نفس الشيء. حين X بلس بلس وكأن هذه مين؟ X. y بلس بلس وكأنها مين؟ y، يعني البلس بلس ملوش اعتبار، لكن حتتغير قيمتهم بعد ما نخلص من الستيتمنت، يعني فبالتالي في المثال اللي معي هي x شو هتساوي هان؟ 5، هيضرب لي 5 في مين؟ 5 في 8، هيعطيني كام؟ هيعطيني تخزن في الزد 40، فهذا حتصير عند القيمة ايه؟ 40، ودي على ذلك انه اعطتني هذا 40. لكن بعد الستيتمنت هاي لو انا كنت كاتب هنا system.out.println اللي هو x و y، يعني اطبع لي قيمة x وقيمة y، شو هيطبع لي قيمة x؟ هيطبع لي قيمة x بتساوي 6 وقيمة y هتساوي كام؟ 9. لكن عملية إضافة الواحد تمت بعد ما انتهينا من وين؟ طلعنا من الستيتمنت هاي. واضحة الملاحظة هاي؟ كتير مهمة. الآن عكس سنة لاحظ الفرق بين التنتين، خلينا نمحل السكراتش. هنا عندنا بلس بلس ال x، هنا y بلس بلس، طبعا هذا ما لهاش تأثير، هذا y كما هي لم تتغير. هذا طبعا اول شيء هعمله بان نزيد واحد
للاكس، لان اكس اوريدي بتساوي 5، هنا حتساوي كام؟ 6. 6 ضرب مين؟ ضرب واي. قديش قيمة واي؟ 8. 6 في 8 48. لاحظ هاي قيمة الزد، هذا راح يتخزن في الزد. لو جينا نطبع هنا قيمة اكس طبعا تعطيني 6 اوريدي، وقيمة واي تعطيني كام؟ 9، لأنه حيزيد لقيمة الواحد بعد ما يخلص من الستيتمنت هاي. طيب هان نفس الشيء، أنا حيزيد لي طبعا قيمة واحد للواي والإكس قبل ما أعمل أي شيء. فأنا أول خطوة قبل ما أفكر في الضرب والعملية الثانية بأن أنا بدي أزيد واحد للإكس، هذا حتساوي 6، وهذه مباشرة حتساوي كام؟ 9. فستة في 9 بيعطيني كام؟ 54، حيتخزن في مين؟ في الزد، وهي الناتج عندنا بأكد الكلام هذا. شوف المثال اللي هان، هنا عندي إكس بتساوي 5 وواي 8، وضفنا متغير جديد اسمه 3 A، زد بتساوي إكس بلس بلس ماينس واي بلس بلس ريميندر الاي. يبقى اول شيء انا هتعامل انه هذه كلها عباره عن مين؟ عن اكس، وهذه كلها عباره عن واي اللي هي القيمه الاصليه، لان في عندي عمليه طرح وعندي عمليه ريميندر. مين العمليه الاولى بتصير؟ اخذنا المحاضره اللي فاتت اللي هي موضوع الريميندر. واي بتساوي 8، 8 ريميندر الاي اللي هي 3، 8 ريميندر يعني باقي قسم ال 8 على 3 بيعطيني 2، فهذه كلها تعطيني كام؟ 2. الان اكس قيمتها بتساوي 5، القيمة الأصلية 5 ناقص 2 بيعطيني 3، فيتخزن في الزد كام؟ 3. واضح؟ لكن بعد الستيتمنت لو كتبت system.out.println قيمة x هتعطيني x هتساوي 6، وقيمة y هتعطيني 9. واضح؟ نيجي على هاي، هنا قال لي بلس يعني عكس اللي فوق، بلس بلس الx ناقص بلس بلس الy ريميندر بلس بلس الاي. قبل ما أعمل أي عمليات من هدول اول شيء لازم اجي على هذا واعدل القيمه تاعتها، هي بتساوي كام؟ 6، اضيف لها الواحد مباشره، وهذا واي بلس بلس الواي حتساوي كام؟ حتساوي 9، وبلس بلس الاي حتساوي كام؟ 4. خلاص ممتاز. الان نيجي على موضوع الطرح وموضوع الريميندر، مين اولويته اعلى؟ الريميندر. ف9 الريميندر الأربعة او مود الأربعة يعني ناتج عمليه قسمه ال9 على 4 هيعطيني كام؟ 1، باقي عملت قسمة واحد. الآن الستة ناقص واحد هيعطيني كام؟ 5، وبالتالي عندنا زد بتساوي ايه؟ 5. تمام؟ المثال اللي بعديه هنا اكس ماينس ماينس ناقص واي ماينس ماينس ريميندر بلس بلس الايه. يبقى أول شيء شو أنا هعمل؟ طبعا هدول ملهاش أي تأثير، هذا اكس كما هي وهذه واي كما هي، لكن هذا اللي حتزيد عنده واحد وحتصير كام هاي؟ 4. طيب ممتاز، وقيمة واي شو بتساوي؟ 8. ممتاز، وقيمة X شو بتساوي؟ 5، عند عملية الطرح وعملية الريميندر أو المود. لأن 8 مود الأربعة بيعطيني 0، لأن ناتج قسم 8 تقسيم 4 بيعطيني 0، فهذه كلها حتساوي كام؟ 0. 5 ناقص 0 حيعطيني إيش؟ 5، زي ما هو واضح عندنا في المثال. طيب مثال ثاني، هنا معطيني بلس بلس X، وعندي هنا اللي هي الأقواس. ملاحظة هان الأقواس لا أولوية بالأول، هان أجي أمسك بلس بلس الإكس وهذا حتصير عندي كام؟ 6. أول شيء أنا بعمله هذه واي ماينس ماينس يعني الواي كما هي، اي ماينس ماينس برضو اي كما هي، لن تتغير قيمتها في خلال الستيتمن هاي، لكن هتغير قيمتها بعد ما خلص من الستيتمن هاي، وحتنقص واحد بالنسبة لأي وبالنسبة لواي. خلاص واي هنا بتساوي 8 والاي بتساوي 3، يبقى الريميندر ايش سوى عنا؟ والمود المود بيساوي 2. خلاص الآن 6 تقسيم 2 بيعطيني كام؟ 3، ف3 هيتخزن عندي وين؟ في الزد. نيجي هنا المثال اللي هنا بلس بلس الزد، خلاص ضرب بلس بلس الاكس تقسيم فتحنا قوس واي ماينس ماينس ريميندر اي ماينس ماينس، نفس الشيء قيمة زد هنا شو اللي معطيني اياه؟ طبعا لازم يكون معطيني انيشال فاليو للزد، معطيني 2 مباشرة. شو هذا حتساوي؟ 3 قبل ما اعمل اي حاجة. هذا ايش بتساوي؟ هذا بتساوي 6. بعدين عندنا هذه عبارة عن الواي كما هي وهذه الاي كما هي زي ما شفنا. الآن طبعا حاجة أشتغل على مين؟ على الأقواس بالأول، يعني بنفعش أعمل عملية الضرب اللي هان ولا القسمة اللي هان، لازم أخنتج مين؟ الأقواس. بس قبل الأقواس كنت أنا معامل مين؟ تاعت البلاس بلاس زيد وبلاس بلاس الاكس. ملاحظ واضح النقطة هاي؟ الآن عندنا واي اللي هي قيمتها 8 والاي بتساوي 3، فالريميندر شو بيعطينا؟ 8 ريميندر الثلاثة بيساوي 8 ريميندر نعم بتساوي 2، هذه تساوي قيمتها 2. الآن في عنا ضرب وعنا قسم، بس هنعمل قسم بالأول، فستة تقسيم 2 بيعطيني 3، 3 ضرب 3 هيعطيني 9، هيتخزن في قيمة زد 9. هيك بنكون إحنا
كتر الأمثلة هاي طبعا المفروض أن وضحت الفرق بين بلس بلس إكس وإكس بلس بلس وبين ماينس ماينس إكس وإكس ماينس ماينس ومتى إحنا بنعوض ومتى بيتم تغيير كان من ناحية إنكريمنت أو ديكريمنت وحدة. أول شيء بنعمل خلال الستيتمنت ووحدة بتنعمل بعد ما ننتهي من الستيتمنت. طيب الآن نرجع لموضوعنا تاع موضوع الكيبورد، وإحنا نذكركم في موضوع الكيبورد طبعا كان إحنا بس مثال واحد أخذنا عنه المحاضرة الثانية أعتقد، واللي كان هو أساسا مقدمة لموضوع الفاريبل. يعني إحنا حكينا أذكر في السلايد بأنه إحنا عايزين نقرأ من الكيبورد لازم نعمل نجهز نعمل سيتاب للكيبورد، وإحنا كان الخطوة الأولى اللي هي هاي الخطوة الأولى نستدعي اللايبرري اللي هي تاعت السكانر، والخطوة الثانية اللي إحنا نعمل ننشئ اللي هو أوبجكت من السكانر كلاس، وهذا الخطوة الثانية، وهذول التنتين كانوا عشان هي عملية استقبال داتا أو مدخلات من لوحة المفاتيح. بعدين جينا هنا إيش اللي حندخله إحنا من خلال لوحة المفاتيح، حنخزنه في متغير، وطبعا المتغير في الحالة هذه اللي هو كان الانتجر، ومن هنا إحنا دخلنا على عالم الفاريبل وشرحنا المحاضرة الطويلة العريضة اللي هي المحاضرة الثانية أو الثالثة اللي خاصة بالفاريبل. فالآن نرجع ونشوف، لأن إحنا بنشوف الآن في شغلات عندنا هنا يعني نكس انتجر. طيب نكس انت، طب ماشي، ما احنا اخذنا الان بايت واخذنا شورت واخذنا لونج ودبل وفلوت ولونج الى اخره، فبالتالي كيف حنتعامل مع هدول؟ هذا اللي حنشوفه مع بعض بالتفصيل. لكن هو بيعطيني مقدمة هنا وبيقول لي موضوع القراءة من الكيبورد مش سهل، يعني نحن نستخدم شايف هاي system.in is not as simple as and straightforward as using system.out. يعني تذكر احنا كنا نطبع على السبورة على الشاشة على سوري على الكونسول أو الشاشة لما نستخدم system.out. لاحظ على system.out مباشرة إيش في نص عندنا هنا حيظهرنا إياه على الشاشة، لكن system.in لا، موضوعه أعقد شوي لأنه هو بيطلب منا، لأنه طبيعة المدخلات اللي حندخلها من لوحة المفاتيح شو الفورمات تاعتها، يعني إحنا لازم نكون محددين شو التايب تاعها. هو اللي حيدخل عندنا هان يعني السكانر إلو طبعا مثل عشان نقرأ ممكن يكون عندي string يعني نص، ممكن يكون byte، ممكن يكون integer، long، short، float، double إلى آخره. يعني هذه الداتا تايب ممكن إحنا ندخلها من لوحة المفاتيح، عشان هيك كان لابد مسبقا بأن إحنا نعرف طبيعة اللي بده يدخل من لوحة المفاتيح شو الفورمات تاعته شو التايب تاعه. طيب طبعا إحنا هنا في المثال اللي معانا هان، أنا هنا عيد شرحه كمان أذكرك. طبعا احنا نستخدم الكلام هذا عشان نعمل import library الخاص بالسكانر، وإلا هيعطينا error هنا. بعدين حنقول له هنا scanner keyboard، وهذا الكيبورد اللي احنا بنسميه object أو instance. بعدين حنشرح الكلام هذا، لكن احنا هذا احفظها اللي يعطيني new scanner اللي هو system.in، وهو هنا بنعملنا setup بنهي اللي هو تم إدخال من لوحة المفاتيح. طبعا طبعا على الشاشة قال لي enter an integer value، دخل لي قيمة integer. طبعا لاحظ هنا بعدين قال لي شايف هاي الكيبورد اللي احنا انشأناها هيك، هذه نفسها جبناها هنا هيك. فكيبورد طبعا في لها كتير ميثودز اللي هو السكانر، احنا هاي شايف السكانر له كتير ميثودز. فكيبورد دوت نيكس انتجر طبعا هذه هيك حيتم واقف الكورسر سميناها، وبيستنى مننا ندخل ايه رقم. طبعا الرقم اللي حيتم ادخاله هو لازم انه حيتخزن في مكان مؤقت، هذا المكان المؤقت الفورمات تاعته والسايز تاعه والتايب تاعه هو انتجر، هذا ملاحظة كتير مهمة. بعدين حيأخذ اللي هو القيمة المؤقتة والمكان المؤقت حنخزنه في المكان الدائم الموجود وين في الرام اللي هو مين اللي عنوانه نمبر في الحالة هاي. واضح؟ طيب نشوف مع بعض أمثلة، وحندخل أول شيء في موضوع النكس بايت. النكس بايت ميثود طبعا بيقول لي هنا حيفرمت لي الانبوت فاليو اللي تم ادخالها من لوحة المفاتيح، خلاص حيفرمت لي كبايت داتا تايب، وحيخزنها في مكان مؤقت في بفر بنسميه. هذا البفر ايش الفورمات تاعته؟ بايت، لا يقبل غير البايت، لا يقبل غير البايت. احنا بنعرف هنا بانه البايت هنا له رينج معين، هو بيستخدم فقط اللي هو ارقام صحيحة، والرينج تاعه من سالب 128 ل 127. طبعا الكلام هذا احنا اخذناه في عالم الفاريبل. فبالتالي هذا المكان المؤقت اللي حيتخزن لما دخلنا من لوحة المفاتيح الرقم تاعنا لازم يكون خلال الرينج اللي موجود هنا، ولازم يكون التايب تاعه رقم، فيش فيه كسور ولا أحرف، أرقام فقط.
وبعد ما انت في المكان المؤقت هذا الفورمات تاعته بايت، واللي حيرجع طبعا ما حتخزن في الفاريبل اكس زي المثال اللي معنا هنا اللي هو حيكون نوعه بايت. تعال نوضح المثال اللي هنا مع بعض. اولا سكانر ماي انبوت بيساوي نيو، هذا طبعا كان من ضمن السيت اب عشان بدنا نستقبل اللي هو ارقام من خلال لوحه المفاتيح. حيطالع الشاشه هنا ويقول لي انتر بايت فاليو، يعني هات لي رقم وذ الرينج تاع البايت. طبعا شايف هذه مباشره بتيجي وراها انه انا اساس يستبرني الكورسر لما ادخل رقم، فاعمل له شايف اللي انا عملته ماي انبوت دوت نيكست بايت. الحين هذا معناها هذا الرقم اللي هان، امحي برضه هان ثاني بس النتيجه تاعت هاد، لاحظ شايف 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 هذا اللي هنا هيك ايش حيحل مطرحه؟ هنا حيحل مطرحه الرقم اللي تم ادخاله من لوحه المفاتيح اللي كان على التايب بايت. لو كان غير البايت حيعطيني ايرور، حيعطيني ايه؟ ايرور. فبالتالي المكان المؤقت البفر اللي هو المكان المؤقت اللي هان حيكون عباره عن الفورمات تاعته بايت. طبعا احنا عارفين المواصفات تاعته بانه رقم فيش فيه كسور وهي الرينج تاعه بس. الان بعد ما نخزن الرقم هذا بعدين حنخزن وين؟ حنحط القيمه وين؟ في اكس، واكس على اساس انها ايش؟ بايت. وبعدين يظهر لك يعني يو انتر اقرا لي قيمه الاكس اللي تم ادخالها من لوحه المفاتيح، فلما راحت على البفر المكان المؤقت هذا الفورمات تاعته بايت تم تخزينها وين؟ على في الاكس. الاكس وين موجوده؟ في الرام اللي هو عباره اللي هو عن عنوان يشير للمكان تاعنا. وبعدين تمت قراءتها سيستم، شايف هو بيقرا هنا يعني في السيستم دوت اوت بيقرا من الرام، بنفعش يعني يقرا لي ايه مباشره من البفر. المثال هنا لاحظ، وهنا اول شيء بدنا ننبه له بانه متى بيعطيني ايرور، لانه كثير حالته حساسه. اولا لو انا كتبت 128 وضغطنا الانتر حيعطيني ايرور. ليش؟ لانه طبيعه الفورمات تاعته هذا بايت لا يقبل الزياده. يعني لاحظ احنا شايف يعني الماكسيمم 127 احنا كتبنا له 128 اعطانا ايرور. لو كتبنا له سالب 129 هو اقل من اقل قيمه ممكن يتقبلها او يستوعبها البايت برضه اعطانا ايرور. نفس الشيء لو حطينا له كاركتر او حرف برضه هيعطيني ايرور. لو حطينا له عدد فلوت يعني في كسور برضه بيعطيني ايرور. فكتير بتضغ شعر هنا انه الموضوع حساس في عمليه اللي هو ايش تاعت النكست بايت او الريدنج من الكيبورد، كل هدول بيعطيني ايرور. لكن لو انا كتبت له 127 اللي هو within the range فيش مشكله، حيطبع لي حيقرا لي اياها فيش عندي مشكله. نفس الشيء انا عندي هنا لاحظ حيجي يقرا لي اياها اللي هو ال 25 ال 45 الحين. لكن لاحظ هنا هاي ال 45 بتختلف عن ال 45 هنا. هذا ال 45 موجوده في البفر في المكان المؤقت اللي هو مين؟ اللي هو الكلام هذا هيك اللي حكيت لك اياه. هذه ال 25 الأولى هي لأنه هذا تم إدخالها من خلال لوحة المفاتيح. لكن ال 45 الثاني هذا لا، هذا قريها من وين؟ من الرام إكس اللي لما أجى على المكان المؤقت خزن لي إياها في إكس. أنا إكس هي مكان في الرام أو هو عنوان يشير في مكان في الرام الفورمات تاعته بايت زي ما وضحنا قبل هيك. تعال نشوف أنا مثال، لأنه إحنا اللي أنا بدي أوصل لك النقطة هاي أساسا إنه يعني طيب ماشي لو احنا ممكن نحل الكلام هذا. يعني انت معطيني عدد صغير هاي 128 سالب اعطاني ايرور، ماشي يا سيدي احنا عايزين نكبر بدناش نعمل بايت، نعملها شورت نعملها انتجر عشان تستوعب. فبقول لي انا لاحظ لما عملنا اكس انتجر هو نفس الكود اللي هان بس بدل ما هي بايت حطيناها انتجر واستخدمنا نفس الشيء. فلما قلت له انا مثلا نيكست بايت وكتبت له الرقم، هل هذا حيشتغل؟ مش حيفرق بالمره، بمعنى مع انه كتبنا له 128 الا انه برضه اعطاني ايرور، لانه المشكله هان مش في هاي، المشكله في هاي انه المكان المؤقت اللي حيستوعب الرقم الفورمات تاعته بايت. فلما تكتب لي انت رقم يعني زياده عنه او اقل من القيمه الحد الادنى تاعته حيعطيني ايرور. واضح؟ هذا هو المكان المؤقت، هي الاشكاليه مش في هان. يعني هو هان ما اعطانيش ايرور هان عشان انه احنا ما استوعبش هاي، لا هي الموضوع كله وين عندنا؟ في النقطه هاي. هذه ملاحظه كثير مهمه. طيب فبالتالي في المثال اللي معنا هنا طبعا مش راح يشتغل طالما ان احنا الرقم اللي دخلناه هنا لا يتوافق مع الفورمات تاعت او التايب تاعت البايت. نفس الشيء بالنسبه للشورت، طبعا انا بنت الصوره توضح لانه الشورت هو نفس الداتا تايب تاعت البايت بس اللهم انه بيحتاج ل 16 بت وبالتالي الرينج
بتاع الأرقام من سالب 32768 لموجب 32776. لا يمكن أو مش صح إذا حاولت أتجاوز الحد الأقصى أو أقل من الحد الأدنى حيعطيني إيرور، ولازم الفورمات تكون عندنا نمبر زي ما احنا عارفين. فاحنا نفس المثال اللي فات بس أنا عامل له هنا نيكست مين نيكست انتجر، أنا عامل له سيت اب من لوحة المفاتيح إنه الرقم اللي هيتم إدخاله هيكون اللي هو الفورمات بتاعت الشورت. فبالتالي أنا لو حاولنا احنا ندخل رقم أكبر من الشورت أو أقل من الحد الأدنى اللي بيستوعب الشورت أو كاركتر أو فلوت فاليو، كل هدول هيعطيني مين؟ ايرور. طبعا المشكلة عندنا مش في هاد، مش المشكلة في انه الرقم اللي هان تم تخزينه ما استوعبتش، لا كمان مرة المشكلة عندي في هاد لانه هذا عبارة عن مكان مؤقت، اول ما يتم اي قيمة عندنا في لوحة المفاتيح بيروح على مكان مؤقت. خلاص المكان المؤقت هذا الفورمات تاعته شورت، فبالتالي اي خلل عنده حيصير عندها المشكلة، مش انه لما يجي نخزن الكلام هذا في الشورت. ودي على ذلك لو اعطينا احنا يعني في خلال الرينج تاعه شايف فيش عندنا مشكله، اي قيم يعني within the range فيش عندنا مشكله. لكن لاحظ لو كبرنا احنا قيمه الاكس قيمه المتغير تاعت الرام ولما خزننا الرقم اللي هنا هيك وخزناه في الاكس اللي قيمه كبيره برضه ما فرقش معنا، مش هيعمل مش هيتاثر هي شيء. يعني لو حطينا الرقم هذا مع انه هذا الرقم بيستوعب بكل سهوله الانتجر لكنه ما بيسعش بالنسبه لمين؟ للشورت، عشان هيك هو اعطاني هنا ايرور. طبعا نفس المثال اللي اخذناه في السلايد اللي قبل. موضوع الانتجر طبعا هو نفس البايت نفس الانتجر نفس الفورمات، لكن السبيس تاعه او السايز تاعه هو ينحدد له 4 بايت او 32 بت. فبالتالي نفس الشيء لو انا تجاوزت الحد الاقصى والحد الادنى من 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 كلا الاتجاهات يعني حيعطيني ايرور، ولو كتب له برضه حرف او اللي هو الفلوت برضه حيعطيني ايرور زي ما احنا شايفين. لكن احنا لو دخلنا له هنا within the range فيش عنده ادنى مشكلة، لاحظ زي ما انت شايف. وطبعا نفس الشيء هل انا لو زدت الموضوع هذه لا هذا مش راح تفرق، انا اللي بيفرق عندي انه القيمة اللي هان هذا الفورمات تاعتها انتجر، فلازم نحافظ على الحدود هذه تكون اقل من الحد الاقصى واكبر من الحد الادنى. اذا تجاوزنا كان بال 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 بالزيادة او بالنقصان حيعطيني ايش؟ ايرور، مش هيتقبل الكلام هذا. طيب نيجي هنا على موضوع اللونج، واللونج طبعا هو مثال ثاني عن الانتجر. طبعا احنا شايفين القيم اللي هان، انا من الامثله اللي هنا موضح لك شايف انه النكست لونج هنا ميثود هذا حيفرمت للانبوت القيمه اللي بتم ادخالها من لوحه المفاتيح كايه كلونج داتا تايب. خلاص فبالتالي احنا عايزين نحترم الحدود تاعت اللونج داتا تايب وما نتجاوزهاش عشان ما يعطينيش ايرور زي الامثله اللي هان. لاحظ احنا هن تجاوزنا الحد الاقصى وهن تجاوزنا الحد الادنى وهان دخلنا احرف وهان عباره عن فلوت، فبالتالي في كل الحالات دول اعطاني ايه؟ ايرور. لكن ان احنا التزمنا الحدود تاعتنا زي ما شفنا في السلايدات اللي قبل فيش عندنا ادنى مشكله، لكن هو هنا بيستوعب عدد رينج اكبر من الارقام. فحسب طبيعه البرنامج يعني هو ممكن طالب يسال هو احنا بنستخدم لونج او انتجر او شورت او بات على اي اساس؟ حسب طبيعه البرنامج. يعني مثال احنا عايزين نسال قديش العمرك، لو سألنا عن العمر أو الإيج لا يعقل أن أستخدم اللونج أو الانتجر، أنا مش منطقة أنا أحدث في الرام 4 بايت ليش؟ مع أنه أنت لن يعني عمرك لن يتزاوج يعني يتجاوز يعني مثلا فوق 100 أو 120 يا سيدي بزيادة. فبالتالي الداتا تايب الصحيحة اللي تبين أنك أنت يعني فاهم إيش بتعمل اللي هي إيه؟ البايت في الحالة هذه. يعني لو أنا عايز الشخص يدخل يدخل اللي هو الإيج تاعه او مثلا الطول تاعه بالسنت على سبيل المثال بستخدم طبعا البايت، واضح. لكن لو كان عندي ارقام ضخمه مثلا مسافات كبيره كل حسب احنا وين بنستخدم البرنامج هذا، هي انا عايز ادخل بيانات تاعت ايش بالضبط، فحيزيد ويقل من بايت للونج حسب الحاله وحسب احنا لايش بنستخدمه. طيب نكمل هنا، هذا بالنسبه لعالم الانتج. ندخل في عالم الفلوت، نفس الفكره. عالم الفلوت احنا خدنا الفورمات تاعته احنا طبعا شايفها بسميه ساينتفك نوتيشن، وهذا من ضمن الشغلات ممكن ندخلها كمان نفس الشيء. ولما نكتب له نيكست فلون طبعا هو حندخل بنفعش ندخله طبعا احرف، لاحظ وملاحظه هان لاحظ انا دخلنا له هان احرف فيعطيني ايرور. بس في شغله هان لو احنا تجاوزنا يعني هو نفس المثال اللي معنا شايف عملنا له من سيت اب للوحه المفاتيح و طلبنا ان احنا ننتظر فيه دخل القيمه، فهو دخل القيمه هاي. طبعا هذه القيمه تجاوزت الحد الاقصى، لاحظ هو الحد الاقصى هيو
يعني 3.4 اي بلس 38، احنا حاطين 39، فيعطينا هنا انفينيتي يعني ما لا نهايه. كلمه انفينيتي يعني في ايرور. ولو احنا برضو يعني دخلنا قيمه اقل من الحد الادنى ممكن يستوعبها الفلوت، زي المثال اللي معنا اللي هنا، عشان هيك هو اعطاني برضو هنا ايرور اللي هو برضو بس ماينس انفينيتي. فهذه كلمه انفينيتي او ماينس انفينيتي دلاله انه هنا في عندي خلل، هنا في خطا. لكن احنا لو كنا within the range زي ما انت شايف، شايف هذه ارقام كلها يعني within the range نسميها زي هيك، تفيش عندنا ادنى مشكله والامور طبعا طيبه. هذا بالنسبه لمين؟ للفلوت. بالنسبه للدبل نفس الفكره نفس الشيء، هو طبعا صوره اوسع اللي هو ضعف حجم تاع الفلوت. وهنا احنا نفس الفكره استخدمنا برضو النكست دبل، لان احنا عايزين مثلا ارقام حجمها اكبر، عايزين ارقام مثلا ادق، عايزين مثلا قيم بعد الفاصله تكون يعني مثلا 20 30 خانه بعد الفاصله، يعني ارقام كثير دقيقه. لكن هنا ان تجاوزنا الرينج وان تجاوزنا يعني الحد الاقصى من القيم اللي معانا هان، او نزلنا عن الحد الادنى من القيم، برضه هيعطيني انفينيتي وسالب، وهذا دلاله لانه في عندي انا ايرور. لو حاولنا ندخل طبعا كاركتر احرف او تكست هنا سترينج مش هيعطينا برضه ايش ايرور، لانه احنا مش هيقبل كده. لكن لو كنا within the range زي ما انت شايف ما فيش عندنا ادنى مشكله، كان استخدمته بالطريقه العاديه زي هيك او باستخدام اللي هو الساينتفك نوتيشن اللي هو نظام الاي يعني، فبالتالي احنا الامور عندنا حتكون فيش عندنا ادنى مشكله. طيب اخر شيء احنا هنا هندخل فيه بان احنا نستوعب، لان الحد اللي اخذناه كله عالم الانتجر، اخذنا كيف نفرمت المدخلات من الكيبورد ونخزنها في البايت الشورت وانتجر ولونج، بعدين دخلنا في الفلوت بوينت نمبر فلوت بوينت والدبل، احنا عايزين مثلا فيها كسور عشريه وحسب الدقه تاعتها اما بنختار فلوت او بنختار الدبل. الان عايزين ندخل هنا نصوص تكست او كاركتر، فكيف بنعمل؟ هنستخدم مين؟ النكست لاين. يعني مثلا عايزين نطلب منك انك تدخل اسمك ثلاثي، يبقى بنفعش انا استخدم هنا انتجر ولا لونج ولا فلوت ولا دبل، هيعطيني ايرور، فبالتالي حلجأ لمين؟ للنكست لاين. فالنكست لاين بيستوعب اي شيء انت بتدخله من خلال لوحه المفاتيح، لانه هيتعامل معه هو كايه؟ كسترينج. فقال لي انا لاحظ النكست لاين ميثود هو بيفرمت لي الانبوت فاليو اللي بيتم ادخالها من لوحه المفاتيح كايه؟ اد سترينج داتا تايب، سترينج داتا تايب. وطبعا حيرجع الكلام هذا كسترينج. تعال نعطي مثال هنا. طبعا انا استخدمت نفس الآلية كله، السكانر هو بس انا هنا في بتاع السكانر الاوبجكت استخدمت نيكست لاين. لاحظوا ان هنا التغيير النيكست لاين، يعني هو حيستوعب اي شيء انت بتدخله من لوحة المفاتيح، يعني تدخل ارقام انتجر، تدخل فلوت، تدخل كسور، تدخل احرف، اي رموز انت عايزها طالما انت ما ضغطتش انتر حيستوعب فيش ادنى مشكلة. تعال نطلع مثلا عندنا هنا، هو طبعا ولاحظ اللي تم في النكست لاين الريتيرن فاليو تاعته لازم تكون ايه؟ سترينج. بنفعش انا اخزن في داتا تايب غير السترينج. هان فمثلا قلنا له انتر تكست، طبعا هلو حطينا الاقوات ذيس از مستر جافا، بعدين اظهر لي يعني هذه اللي هلو هنا اللي كانت ان وجدت هذه هي موجوده هان، وهلو الثاني هان اللي هي قريها من وين؟ من الرام. واضح؟ وضحنا الكلام هذا في السلايد اللي قبل. طبعا لاحظ احنا ممكن تحط ارقام والرموز اللي انت بدك اياه، طالما انت دخلت انتر هنا معنى الكلام انه خلاص طبعا حيتم تخزين، بينتهي عمليه الادخال وحيخزننا في الرام وحيقرا القيمه اللي دخلتها انت من الرام. هنا لاحظ احنا دخلنا اللي هو فلوت بوينت نمبر، بس دير بالك وما بيقراهوش هنا كفلوت بوينت نمبر، هو هنا بيقراه كسترينج، بيتعامل من هذول كله بايه؟ هذول كاسكي. واضح؟ وليس كرقم. يعني بنفعش ان القيم اللي هنا اجي اقول له مثلا مثلا اكس زائد 7، لان هذول ليست ارقام. لكن اذا احتاجت الكلام هذا، طبعا هذا موضوع ثاني قد نتطرق له احنا من في ضمن الواجب او في الجانب العملي تاع المحاضره. طيب هذا نفس الشيء ممكن اختار تكس يعني كامل، ماي نيم از يحيى عمر مثلا الاسم كامل، او ممكن ادخل حرف واحد، فيش عندنا مشكله ان احنا ندخل حرف واحد زي ما انت شايف. لكن احنا السؤال هنا ممكن وين نستخدم يعني شفنا احنا في عالم السترينج انه لي ميثود ثلاثه اخذناهم اللينث والتشار ات، واخذنا اللي هو الابر كيس واللور كيس، فبالتالي انا ممكن استخدم الكلام هذا في كل في عمليه الادخال من لوحه المفاتيح. اذا انا مستخدم النيو لاين سوري النكست لاين اللي احنا عاملينه هنا، في النكست لاين يعني اي شيء انا داخله ممكن اعد عدد الاحرف، ممكن انا احوله لكابيتال لتر، ممكن احوله لسمول لتر، ممكن اظهر لي ايش اول حرف، اظهر لي ايش مثلا الحرف الثالث، الحرف الرابع، زي ما احنا استخدمنا اللي هو التشار ات واستخدمنا الاندكس.
طبعا هنطبق نفس، وهذا مثال بيوضح الكلام هذا. طبعا احنا هذا لما جينا خزننا او استقبلنا النصوص من لوحه المفاتيح التكست بغض النظر شو هو، خزناه في السترينج اكس، لان ممكن استخدم هنا اكس دوت لينث، فانا ايش حيرجع لي؟ حيرجع لي رقم انتجر زي ما اخذنا الريتيرن تاع فاليو تاع الكلام هذا هو انتجر، وحيظهر لي الرقم اللي هو عدد الكاركتر على الصب على على السكرين او على الشاشه. فلاحظ انا معطي مثال قال لي انتر تكست، وهنا حيتم ينتظر في الكورسر هنا زيك ينتظر في لما دخلنا النص this is my best programming lecture وضغطنا هنا انتر، لما ضغطت الانتر هنا راح ايش عمل لي هنا؟ خزن لي طبعا الجمله هذه كلها في وين؟ في اكس، وبعدين استدعى بعدين اجى هنا طبع لي الكلام هذا على الشاشه، وبعدين هنا راح وعدل لي قديش عدد الاحرف تاعت الاكس اللي هو الجمله هاي، وبالفعل عندهم هتلاقيهم 35 كاركتر. طيب السؤال هنا، وهذا السؤال يعني لما جينا احنا قلنا انتر تكست، الحين لما دخلنا احنا حرف الاي وضغطنا انتر، هل الاي هنا حيتعامل معها كسترينج اي ولا كاركتر اي؟ طبعا هذا كلام حنجاوبه في السلايد اللي هنا، لانه هذا موضوع مهم، موضوع احنا بيلزمنا في الريل لايف بان احنا نقرا بس اللي هو سنجل كاركتر، انا مش عايز جمله كامله، انا عايز حرف واحد. وهذا احنا يعني اشهر مثال له موضوع اليس اور نو كويشن، يعني مثلا نقول لك مثلا ار يو بوي يس اور نو، مثلا ار يو شور يس اور نو، فاحنا طبعا حيدخل اليوزر هنا اما حرف الواي او حرف الان، يعني باختصار كثير في طبعا برامج زي هيك. لكن بقول لي هنا موضوع السكانر مشكلته does not have a method، فيش عندنا ميثود عشان نقرا مين سنجل كاركتر، فاحنا ترى ايه حنتحايل على الموضوع بشكل بسيط، فاحنا شو بنعمل؟ حنستخدم النكست لاين الميثود الثاني عشان نقرا السترينج من الكيبورد اللي تو اخذنا، بقرا قد ما بدك تدخل اعرف انت حر. وبعدين نستخدم مين؟ نستخدم الشار ات ميثود، ذاكرين انا هستخدم الشار ات مين؟ زيرو، يعني هات لي انت اول حرف، والله اذا اول حرف واي هعتبر انها يس، اول حرف ان يعني هعتبرها ايه نو. وهذا الاساس احنا ممكن نعمل برنامجنا. يعني مثال هنا هو ايش انا حاول في المثال، عشان هيك انا مش هيزبط معي في المثال هنا، انه طبعا عملنا سيت اب للقراءه من الكيبورد وقلنا له تفضل دخل لي كاركتر زي ما شفنا في السلايد اللي قبل، وماي انبوت دات نيكست لاين هو قرا السطر، ونفرض هنا انه هو دخل ها، طبعا مش هيزبط معنا هنا. وايش الايرور اللي هنا؟ الايرور اللي هنا بانك انت قبل هو مثلا ما سمحش لك تكمل اساسا الكومبايلر، لانه بغض النظر انت ايش، لان النكست لاين هنا بده يكون عباره عن سترينج، الحد الادنى منه حرف واحد، طبعا الحرف حيكون زائد النول ليس حرف واحد، فبنفعش انا بدي اخزن سترينج اخزنها في وين؟ في تشار. هذا اللي اعطاني المشكله، هذا اللي اعطتني المشكله، لا يمكن لا يجوز ان يكون هنا عند التايب تاعت اكس تشار، المفروض تكون ايش؟ سترينج بالضبط، لازم تكون سترينج. وبوضح الكلام هذا بيقول لك يو كانوت بوت سترينج، هذا سترينج اللي هنا بنفعش ان احطه وين؟ في تشار داتا تايب. فشو الحل بانه يكون عند الاكس هنا ايش قيمتها؟ سترينج. طبعا احنا هذا بيحل لنا المشكله الاولى بانه او الخطوه الاولى بانه ماشي احنا ندخلنا كاركتر وكتبنا مثلا حرف الواي وضغطنا انتر، حيتخزن عندنا السترينج واي في وين؟ في الاكس. الان شو انا بدي اعمل؟ بدي انا اقول اكس دوت اللي هو يعني السترينج اللي تم دخلناه من لوحه المفاتيح تشار ات زيرو، يعني بدي اول حرف منه، هذا ايش برجع لي؟ هذا حيقرا مين؟ حيرجع لي اول كاركتر، يبقى بالتالي حيتخزن في وين؟ في واي. واي ايش لازم تكون؟ لازم تكون تشار، لازم تكون تشار. واخذنا الكلام هذا احنا في المحاضره اللي فاتت اعتقد في موضوع اللي هو الميثود اللي خاصه بالسترينج، وشفنا كيف اليه استخدام التشار ات زيرو. طبعا المثال اللي معنا هنا هاي مثلا لما قلنا له انتر تشار فاعطاني الاي هنا، احنا كتبنا الاي وقال لي يو انترد اي اللي هو طبعا هاني ك هنا الاي اللي هان، طلع الاي اللي هان هاد سترينج، الان الاي اللي هان هي كاركتر، بقدر بعدين انا اتعامل معها بانه مثلا نقول اذا كان اللي دخلته مثلا اي حنعمل 1 2 3، او اذا كان دخلت حرف الواي حنعمل هيك، اذا نو حنعمل هيك مثلا. يعني مثلا عندنا هنا دخلت نص مش كلمه مش حرف حتى، شايف كلمه هو، لكن هو يعتبر مين؟ حياخذ بالحسبان فقط اول كاركتر احنا دخلنا من خلال لوحه المفاتيح. فعمليه قراءه الكاركتر الواحد طبعا كلام ما ننساهوش بيتم من خطوتين، بدنا نستخدم انا الخطوه الاولى اللي هي نستخدم النكست لاين، هذه الخطوه الاولى واضح،
والخطوة الثانية بأن أنا أستخدم طبعا النكست لاين حيتخزن في string، بعدين السترينج أنا هستدعي الفانكشن تاعت char at zero وحنخزنه في وين؟ في character data type اللي هو y في المثال اللي معنا. طيب طيب نكمل مع بعض هنا موضوع في عالم السترينج، لأنه صراحة لا يكفي موضوع اللي هو الثري ميثودز اللي خدناهم اللي هم اللينث والأبر كيس واللور كيس وموضوع الشار أت، وحنشوف في عنا ميثودز رائعة خاصة بالسترينج كلاس. وحنبدأ بالأول في موضوع الكونتينز، والكونتينز هنا هذا الميثود اللي هو يعني بيقول لي بيحتوي، وطبعا قد نحتاج بأنه مثلا أنا ما أعطيك تكست، وهذا التكست ممكن يكون ملف، ممكن يكون جملة، ممكن يكون جملة دخلتها أنت من لوحة المفاتيح، وعايزين نشوف أنه هذا الكلام اللي أنت دخلته من لوحة المفاتيح يحتوي على كلمة معينة على سبيل المثال. طبعا هذا من يعني ممكن نفكر في الكلام هذا زي النصوص اللي بتم إدخالها في على الفيسبوك أو بعض مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي ممنوعة. يعني مثلا لو واحد كتب كلمة معينة زي كلمة شهيد، كلمة حماس مثلا يعني، فهيعترض هيشوفها هنا وهيكشفها من هذه الكلمة مكتوبة، فبالتالي هيعمل لك بان ويعمل لك حاجز إلى آخره. فهو كيف بيعرف؟ طبعا هيستخدم الموضوع كله برمجي، ومش هيقرأ كل شيء كل الناس بدخلوه، لكن كلام هذا برمجيا، وهذا من ضمن الشغلات اللي ممكن ان احنا يعني توظفها في الأمور، وممكن استخدام كلمة كونتينز. طيب النقطة اللي عايز أوصلها في المثال اللي معنا اللي هان، كيف انا عايز نستخدم كلمه كونتينز وايش بنحتاج؟ وانا عايزك طبعا تفتح مخك معي في النقطه هاي. اولا انا معطي سترينج الاكس هنا وكتبنا فيه الجمله هاي هالو ذس از ماي فيرست كلاس ان الاقصى يونيفرسيتي، تمام تمام. الان عندي هنا في فانكشن او ميثود اسمه كونتينز، هذا مع مربوط مع مين؟ كنا نستخدم احنا هنا مثلا في اللينك اكس دوت لينك، لكن الاكس دوت لينك ايش كان بيرجع؟ انتجر رقم. لكن مثلا x.char at 0 كان يرجع كاركتر، لكن لما نقول له x.to upper case او to lower case كان يرجع string، صح ولا لا؟ لكن السؤال هنا الحين بقول لي هنا x.contains وكتبنا احنا النص اللي بدنا ندور على الكلمة اللي عايزين ندور عليه، خلاص؟ يعني بقول لي هنا هل x يحتوي على الكلمة this؟ يعني هل هنا في كلمة this؟ طب السؤال هنا هي ايش الإجابة حتكون؟ يعني هل هذا المفروض إنه ايش يرجع؟ يرجع انتجر مثلا زي اللينك، يرجع كاركتر، يرجع ايش بالضبط؟ هو لو نطلع احنا نفكر في الموضوع بنلاقي انه الشيء المنطقي انه يعني يا اما يا اما لا، يعني اما كونتين اللي هو الديس، كلمة الديس يعني هي كلمة ديس موجودة بالتكست او مش موجودة، يعني يا يا لا، يعني يا ترو يا فولس. هذا بذكرنا موضوع التروف والفولس بأنو داتا تايب، بالبوليان داتا تايب. وطبعا احنا هنا هذا اول نقطة بنحكي فيها عن موضوع البوليان داتا تايب. احنا شفنا كيف بتم تخزينها داخل الرام وقديش المساحة والتايب تاعها، لكن وين استخدامها؟ هذا من ضمن استخداماتها اللي هي البوليان داتا تايب. ولاحظ هنا الفكرة في الموضوع انه القيمة اللي هنا هو حييجي يطلع على النك على التكس اللي هنا كله ويشوف هل الكلمة هاد موجودة ولا لا. إذا موجودة كل هذا هيك، إذا موجودة ما حنحط بداله كلمة إيه؟ true، يعني إنه إيش صحيح، فحتتخزن كلمة true وين؟ في الواي. طبعا نحن متفقين true يخزن في البوليان، بنفعش أنا أحطه هنا داتا تايب غير البوليان، مش منطقي صح ولا لا؟ كيف أحطه يعني في انتجر أو float؟ ما بيزبطش. فبالتالي هنا الشيء أساسي إنها تكون عند الواي هنا الداتا تايب تاعتها بوليان، لأنه اللي حيصفي من هذه كلها الريتيرن اللي حيرجع إيش حيرجع؟ هذا حيرجع يا ترو يا فولس، يعني حيرجع بوليان داتا تايب. عشان هيك لما بنقول له system.out.println it contains حارة علامة استفهام، الحين الواي هنا شو يعني؟ شو قيمة واي؟ يا حيطبع ترو يا حيطبع فولس. في المثال اللي معنا هنا طبع لمين؟ ترو. ليش؟ لأنه كلمة this typically وين موجودة؟ هاي هان، فبالتالي هو كشفها وعرف بأنه كلمة هان رجعنا مين؟ true. تعال نشوف لو جينا غيرنا التي هان عملناها capital letter، طبعا في الحالة هاد معناها هذا case sensitive، يعني this اللي هان تختلف عن this اللي هان، هاد التي small letter هاد التي capital letter. فنفس الشيء ما تكلم أنه في الحالة هذه هيك
حيروح كل الكلام هاد، لا نرجع هنا هيك، هذا كله حيروح، وايش حيحل مطرحه؟ كلمة فولس، لأنه النتيجة تاعت الكلام هاد بأنه لا تحتوي، بالتالي حيرجع فولس، فحيخزن لي كلمة فولس في وين؟ في واي. عشان هيك حيطبع على الشاشة عندنا ات كونتينز، طبع لي مين فولس؟ شو فولس هذا؟ هذه فولس هي عبارة عن قيمة قيمة واي. طب شو نوع واي؟ نوع بوليان، ما هو واي يا بتخزن فيه يا فولس يا ترو. هان نفس الشيء الترو اللي هنا هذه قيمة مين؟ هذه قيمة واي. طب هذه واي من وين اجت؟ واي هي البوليان فاليو اللي حسب القيمة اللي هنا. إذا كانت هذه ترو حيتخزن في واي ترو، إذا هذه فولس حيتخزن فولس. طيب في ملاحظة هنا احنا نتطرق لها، طب هذا موضوع مزعج يعني، انه طب انا يعني انا ما عندي في كلمة ديس، هنا انا مش عارف فيها ديس سمول لتر، فيها كابيتال لتر، يعني مش عارفين، مش هذا المهم. يعني واحد بيكتب كلمة بالانجليزي على كلمة ممنوعة مثلا، على سبيل المثال كلمة ممنوعة بالانجليزي على وسائل التواصل الاجتماعي، انا ما بعرف ممكن يكتب لها كلها كابيتال، ممكن يكتب لها كلها سمول، ممكن يحط حرف واحد سمول والباقي كابيتال، ممكن يغير ويبدل، بس انا لكن هي لا تفقد محتوى الكلمة، يعني معناها لا يتغير. فبالتالي احنا ممكن نتطرق او نحل المشكلة هاي في المثال اللي احنا فكرنا فيه زي هيك، وكان المفروض ان هذا سيبه انا سؤال لكم تفكروا فيه، بس احنا خلينا يعني نبدا بنحاول ان احنا يعني نوضح النقاط هاي عشان تشوف كيف احنا بدنا نفكر في موضوع البرمجة او كيف نلاقي حلول للمشكلة هذه. طبعا انا طالب ممكن يجي يقول طب احنا ليش ما نريح راسنا؟ احنا بنعرف في حاجة بدل ما نقول سمول لتر وكابيتال لتر. لا، انا اول شيء بدي امسك النص هذا كله هيك وبدي احوله كله كابيتال لتر مثلا، والقيمة اللي هنا هيك واللي عايزين ندور عليها نضمن ان الكلمة اللي هان برضو تكون وين؟ كابيتال لتر. هيك هنا بتنحل الاشكالية، طالما ان التكست اللي احنا بندور جواته كابيتال لتر والكلمة اللي بندور عليها اللي هي موجودة في التكست كابيتال لتر، خلاص احنا نحل الموضوع. فكيف بنعمل الكلام هذا من غير ما نغير التكست اللي هنا؟ طبعا اول شيء شو عملنا؟ طبعا هذا هي الجملة اللي هنا زي ما هي، ما لعبناش فيها كما هي. الحين جينا ضفنا هنا وورد كلمة جديدة، هذه الكلمة اللي بندور عليها. طبعا انا كاتبها هيك يعني اي نص جزء سمول واخر حرف عامله كابيتال لتر، بس احل المشكلة هاد وين؟ اولا بدي اعمل المتغير الجديد ايش نوع؟ سترينج، وهخزن فيه مين؟ هخزن فيه اللي هي الاكس، مش انا اتفقنا هذا كله بنحولها كلها كابيتال لتر، بعدين هذا كله بنحولها كابيتال لتر. فاول خطوة اللي هي الخطوة هاد بان انا بدي اجي اعمل اكس، نمحي هنا بس عشان الكل يشوف، هنعمل هنا x dot to upper case اخذناها هذا. شو هتعمل؟ هتاخد النص هذا كله هيك وهتحوله كله كابيتال لتر وهتخزنلي فيه يا وين؟ في البي، والبي الفورمات تاعته string. ممتاز. طيب بعدين نيجي الان على موضوع الكونتينز اللي حكينا عنها. لاحظ الحين هل البي بي dot contains، انا هنا كان المفروض اكتب مين؟ كلمة this، بس انا ليش اوجع راسي؟ يمكن كلمة this هتختلف اذا اختلف حرف small او capital، فانا طبعا ديس خزنت في وين؟ في المتغير وورد مثلا. فانا في وورد انا حقول وورد دات تو ابر كيس، لاحظ. فهنا بغض النظر ايش الكلمه اللي دورنا بدنا ندور عليها، سمول كابيتال، جزء سمول جزء كابيتال، دائما كله حيتحول الابر كيس. فصارت الكلمه هذه كلها ديس كابيتال لتر، والجمله اللي هذه كلها هي كابيتال لتر، والناتج عند هذه اذا لقاها يعني اذا موجود الكلمه هان حيخزن لي في واي ايش؟ ترو. وبالفعل في المثال اللي معنا هنا نعم اعطاني اياها ترو، مع انه حلينا هنا المشكله اللي كانت تواجهنا بالاول، مع انه الدس هذه هي نفسها بس هنا حرف الاس كابيتال لتر، بس هذا احنا بنعطلوش اهتمام، احنا عايزين نحل المشكله هذه، احنا معنيين في الكلمه ككلمه نفسها الدلاله تاعتها. هالحين طبعا شوف احنا غيرنا بقى حرفين التي كابيتال لتر والاس كابيتال لتر واستخدمنا نفس الكود، دائما وابدا حيعطيني ترو اذا كانت الكلمه فعلا هذه موجوده. لكن مثلا لو احنا شلنا حرف التي مثلا على سبيل المثال وصارت كلمه هز، طبعا حيعطيني في الحاله هذه ايش؟ فولس. والكلام هذا انت لازم تشتغل بالعمل عشان تاكد وتوثق الكلام اللي احنا حكيناه هنا. طيب شغلة تانية هنا احنا هنستخدمها في عالم السترينج اللي هو موضوع الايكوال. وموضوع الايكوال احنا هنا بنقارن سترينج مع سترينج، يعني نص مع نص. يعني سبيل المثال وهذا من ضمن الشغلات احنا بتلزمنا في موضوع الباسورد بالذات، يعني باسورد المخزن عندنا بالجهاز عايزين نقارنها بالباسورد اللي انت دخلته. فانا بدي اعمل هنا كيف؟ بنفعش انا اقول نظام اليساوي زي موضوع اللي هو الرياضيات او الارقام، هذا سترينج. ف
فبالتالي انا هنا بلزمني ميثود عشان اقارن ان هذه الكلمه هي هذه نفس هذه الكلمه ولا لا. طبعا الموضوع برضه مباشر، انا معطيني هاي اكس وهذه واي، كلاهما سترينج، هذه فيها هلو جافا وهذه هاي جافا، طبعا بيختلفن عن بعض. فانا عايزين نقول له هنا اكس دوت ايكوالز شايف واي، يعني هل السترينج اكس نفس السترينج واي بيساوي واي كسترينج؟ طبعا هذا طبعا زي سؤال بتشعر انت هنا، فبالتالي الريتيرن فاليو تاعته هنا شو حيرجع لي؟ حيرجع لي انتجر؟ هل حيرجع لي سترينج؟ هل حيرجع لي كاركتر؟ ايش برجع لي؟ نعم برجع لي هنا يا ترو يا فولس، يعني يا او لا، يعني يساوي او لا يساوي. فعشان هيك ناتج الكلام هذا حيتخزن في وين؟ في المتغير هذا. ايش لازم تكون التايب تاعته؟ بوليان، نفس السلايد اللي فات، نفس الفكره. فعشان هيك احنا هنا بدأت توضح لنا شوي هان وين احنا بدنا نستخدم موضوع البوليان داتا تايب. وطبعا في المثال اللي معنا هان حيعطيني فولس لانه حيتخزن هان، لانه اكس هنا بتساويش الواي، يعني اكس مش نفس الواي، فبالتالي حيتخزن في الايز ايكوال فولس. فلما احاول اطبعها ايز ايكوال هذه اكس ايكوال نجوفه فولس، فهينطبع لي على الشاشه عندي فولس. لكن لو كتبت انت نفس الشيء هالو جافا وهالو جافا وعملنا موضوع الايكواليتي ما بينهم x dot equal y حيرجع لي true، حيخزن لي is equal true. ولاحظ هذا اسمه، هذا variable، لاحظ name، وهيك التسمية الصحيحة يعني هنا. والتسمية الصحيحة ليس x و y، احنا من باب السرعة، لكن احنا من هنا وطالع حنتعود دائما وابدا نسمي المتغير بمسمى يعكس طبيعة محتوياته، لانه هيك اسأل في عملية القراءة من لإلك ولحتى المبرمجين التانيين اللي عايزين نقروا الكود تاع. طبعا في المثال اللي معنا هنا حنكتب اللي هو موضوع، حيطلع عندي الاوتبوت ترو. طبعا هذا من اشهر الامثله لموضوع الكواليتي اللي هو موضوع الباسورد. في الباسورد هنا عايزين نكتب كود عشان نشوف في موضوع الفيريفيكيشن للباسورد، يعني انت لما تعمل ريسيت لباسورد مثلا هيقول لك اكتب النيو باسورد، هذا للريسيت، يعني انت نسيتها وعايزين نعمل باسورد جديده. فلازم بيطلب منك مرتين تكتب الباسورد، يعني اول مره بقول لك اكتب لنيو باسورد، بعدين بقول لك ري تايب، يعني اكتب كلمه الباسورد كمان مره. اذا اختلفن عن بعض حيعطيك ايرور، حيقول لك لا هذول التنتين بيختلفن عن بعض. اما اذا نفس الشيء خلاص حيعمل ريسيت للباسورد. جزء من العمليه هذه بانه احنا عايزين الان نقرا ناخذ المقطع جزء من العمليه هذه. اولا عايزين نطبع على الشاشه نقول له انتر نيو باسورد، طيب وبعدين انطبعت على الشاشه عندنا نيو باسورد، شو بدي اعمل انا؟ المفروض ان انا ايش اعمل؟ استنى من اليوزر انه يكتب نص، صح؟ طب ما دام عايز يكتب نص من خلال لوحه المفاتيح، يبقى انا بدي اجهز حالي لعمليه الادخال من لوحه المفاتيح، يبقى بنعمل عمليه السيت اب. فهنستخدم مين؟ السكانر، ذاكرين سكانر كيبورد بيساوي سكانر، وهذا طبعا اللي هي الخطوه الاساسيه. طبعا ما ننساش فوق هنا نعمل استدعاء للليبرري تاعت السكانر، خلاص. طيب احنا الحين جهزنا الكيبورد لعمليه الادخال، بعدين لازم استخدم مين؟ مين هيدخل؟ هو هيدخل ايش؟ هيدخل نص ولا انتجر ولا فلوت ولا ايش؟ يبقى هيدخل هنا نص، يبقى انا هستخدم مين؟ نيكست لاين، صح ولا لا؟ اللي تو اخذناها قبل بسلايدين. فالحين ايش ما هيدخل هو؟ النص تاعه او التكست هخزنه انا طبعا في سترينج، خدنا الكلام هذا. يبقى الحين اكس انا ايش فيها؟ اكس فيها النيو باسورد كتبه هو، خلاص؟ طيب بدي ارجع هنا اقول له ايش؟ ري تايب للنيو باسورد، اكتب لي اياها كمان مره، صح ولا لا؟ وهذا كلام بنشوفه احنا في موضوع لما يعملوا ريسيت للباسورد. الحين لما هو ظهرت عندي على الشاشه هان، طبعا المفروض هان انه ايش يستنى مني؟ انه استنى مني ندخل من لوحه المفاتيح. طيب ماشي، ايش لازم اقول له؟ برضه كمان مره هستدعي مين؟ النكست لاين. هاي النكست لاين كمان مره، لانه دير بالك احنا اشتغلنا فتحنا من البوابه الاولى تاعت الكيبورد وخلاص، احنا الكيبورد اللي حنستقبل منه. لكن هان الحين الكيبورد نكست لاين هخزنه في متغير تاني اللي هو مين؟ الواي. الان الواي ايش فيها؟ واي فيها الباسورد الثاني اللي انا كتبتها للمره الثانيه. الان ايش بدي اعمل؟ يبقى صار عندي اكس وواي. الان صار الموضوع بسيط، هنستخدم مين؟ ها الايكوال هان. فعايزين نقول شايف اكس دوت ايكوالز واي، وهذا طبعا حيرجع لي بوليان داتا تايب. اذا كان بيساوون بعض زي ما حنشوف الان في خلال الاوتبوت، هذا حيتخزن فيها ترو وحيطبع لي على الشاشه مثلا ترو. اذا بيساوونش بعض طبعا ايه؟ حيتخزن في هذه فولس وحيطبع لي فولس. طبعا احنا هنشوف المحاضره الجايه لما ندخل في عالم الكونديشن اذا كان ترو ايش نعمل واذا فولس ايش نعمل.
هو طبعا احنا بس الفكره هنا احنا بدينا نفهم هنا يعني اهميه استخدام البولين داتا تايب وكيف موضوع الايكوال بيستخدم. وحتى كمان ملاحظه انه النكست لاين هنا والنكست لاين هنا انا بيلزمنيش لكل واحده ان اعمل ايش؟ اعمل اللي هو سكانر من اول وجديد، لا، هو فقط احنا فتحنا البوابه هنا تكفي. بعد هيك انا ممكن اعمل 50 كلمه سر او تكس يدخلوا المستخدم، وفي كل واحده احطها في متغير جديد، لكن كلها الاساس تاعها جاي من وين؟ من هان. طيب في المثال اللي معنا لاحظ انتر نيو باسورد، هذا طلعت عندنا من وين؟ هذه من هان. سوري لا، هذه اللي فوق هيها، خلينا امهش السبور الشاشه هنا عشان بس توضح الصوره. يبقى التكست اللي هان اجى من وين؟ اجى من هيو، خلاص هي هان ظهرت على الشاشه. بيستنى مني طبعا، لاحظ هذا طبعا خاص بالكيبورد، هنا حيستنى مني انه ايش؟ هذا الكورسر اللي هان اللي بتلاقيه ايش؟ بيضوي بيطفي هيك، بيستنى مني ادخل وحيكون هنا فعليا. لانه ليش؟ لانه هذه كانت عاملنا احنا، نعم، برنت لاين من نيو لاين لإلها يعني. طيب فهتيجي هنا عندنا الكورسر بيستنى مني ادخل تكس، فاحنا كتبنا له هان علي بابا، علي بابا. وبعدين شو عملنا هان؟ ضغطنا على الانتر، ضغطنا على الانتر. لما ضغطنا على الانتر يعني هنا انتهينا من عملية الادخال من لوحة المفاتيح زي ما اتفقنا. فخزن الكلمة علي بابا وين؟ في اكس، اكس جواها الان ايه؟ علي بابا. بعدين اجى على الجملة هذه هيك وطبع لها على الشاشة ري تايب ذا نيو باسورد اللي هي من هان، ممتاز. لما طبعها طبعا بما انه احنا كاتبين برنت لاين، فبعد ما ينطبع هنا الكورسر حيجي تحت هان، فحيستنى هذا يضوي ويطفي، بينتظر مني اني اكتب ريتايب كمان مره الباسورد كمان مره. فلو انا اجيت وكتبت طبعا كلام مخالف علي ماما مثلا، هتتخزن وين الان؟ هذه في واي، لان اكس ايش فيها؟ علي بابا. واي فيها ايه؟ التكست علي ماما. الان هذا لما نعمل نشيك الحين اكس ايكوالز الواي، شو حيعطيني هان؟ فولس، لانهم بيسوون دي ار نوت ايكوال. فحيتخزن عندي كلمه فولس وين؟ في از ماتش. عشان هيك ايش حيطبع لي؟ از ماتش، وبحط علامه استفهام وايش حيطبع لي؟ فولس. من وين فولس اجت هذه؟ اجت من الفاريبل اللي هو از ماتش. وين الفاريبل از ماتش؟ هايو. ليش تخزن فيه فولس؟ لانه دي ار نوت ايكوال. ليش دي ار نوت ايكوال؟ لانه واي فيها علي ماما واكس فيها علي بابا. طب من وين دخلنا علي ماما؟ من لوحه المفاتيح. من وين دخلنا علي بابا؟ من لوحه المفاتيح. واضح؟ طيب نكمل هنا. احنا لو كتبنا كلمه السر صح في المثال اللي هنا، هاي خالد، يعني كتبنا كلمه السر الاولانيه خالد، ولما عملنا ريتايب كتبنا كمان مره خالد، فلاحظ تنتين نفس الكلمه ايش اعطاني؟ ترو. طبعا الكود هذا هو انا يعني كتبته هاد بس من باب التوضيح، انما هاي الكود هو نفسه. فانت لو حاب تجرب برضو عندك على على البيتينز وتشوف انت تعمل ران البرنامج هذا وتغير وتبدل وتاكد الكلام انك انت هنا ايه فاهمه. طيب اخر فانكشن او ميثود خاصه بالسترينج موضوع الريبليس اول. وكلمة replace all طبعا احنا بنستخدمها في الوورد على فكرة، يعني ممكن يكون مثلا عندنا كلمة معينة وعايزين نغيرها بكلمة تانية. واحنا بنلاحظ انه هذا من ضمن الميثودز الموجودة في السترينج، ومهم على فكرة وليها استخدام، ومن ضمن استخدامات زي ما حكينا في معالج النصوص، زي ما شفنا فكرة الابر كيس واللور كيس. فمعنا احنا اللي هو اكس هنا هو سترينج، جوات الكلمة هذه اللي هو هلو باسكال، Pascal is my best language. Pascal is مثلا strong language، الكلام هذا. بعدين كتبنا string y، وجينا هنا كتبنا x الكلمة هاي that replace all، وهنا معطين نوعين two text. فهو بقول لي وين في كلمة Pascal؟ دور عليها وحط مطرحها مين، محلها مين؟ Pascal Java. يعني وين كلمة باسكال حتنشطب وحيحل محلها مين؟ كلمة جافا. واضح؟ مباشر وموضوع بسيط هنا. يعني مثلا لاحظ، فالإكس اللي هان هي هذه اللي هي ريبليس، مش تقول للواي لا. الآن اللي حيطلع معاي هنا بعد ما أجل عملية تكس جديد، تكس غير الإكس، حيكون هلو جافا، جافا is my best language، جافا is a strong language. حيتخزن التكس هذا الجديد وين؟ في واي. عشان هيك لما بقول له برنت اطبع لي الواي، شو حيطبع لي؟ حيطبع لي الكلام هذا بدل كلمة باسكال طبع لي جاب. طب لو قلنا له اطبع لي اكس، حيطبع لنا مين؟ الجملة الأصلية هذه. واضح؟ كلام واضح. مثال تاني هان، ايش عمل؟ وهذا كان من ضمن الأسئلة برضو اني بدك تفكر فيها. طبعا لو عايز اغير كلمتين، يعني انت
وين كلمة باسكال حط لي مطرحها جافا، يعني خلي جافا تحل مطرحها، وكمان كلمة لانجوج شيلها وحط لها كلمة بروجرامينج لانجوج. بس ما بنفعش انا اجي اعملهم في لاين واحد. يعني اول خطوة احنا بدلنا كلمة باسكال حلينا مطرحها بجافا، وبعديها نلاحظ اللي احنا هذه النقطة كده اياها، يعني في اول خطوة هان جافا حلت محل باسكال، فبالتالي هذا كله حينشطب. احنا بنطرحه ايش؟ جافا. وبعدين كلمة كمان مرة شايف هذا السترينج الثاني اللي هو واي، مش واي صارت فيه، ايوه هاي واي، واي بالضبط هي هنا صح. الان شو بدي اعمل في واي؟ واي دوت ريبليس اول، وين كلمة لانجوج اللي موجودة هان؟ زي لانجوج اللي هان واللي هان، هيحل مطرحها كلمة مين؟ كمبيوتر لانجوج، وحطيناها في متغير ثالث اسمه زد، طبعا الفورمات بتاعته سترينج. ولما نطبع على الشاشة عندنا سترينج هنا، هيطبع لي هالو جافا، جافا از ماي بيست كمبيوتر لانجوج، جافا از سترونج كمبيوتر لانجوج. واضح كيف احنا ممكن نغير اكثر من كلمة. لو انا عايز نغير كمان ثلاث كلمات، يعني نعمل ريبليس اول لثلاث كلمات، بدي توضح الصورة ايش لازم نعملها هنا. طيب هيك بنكون وصلنا يعني للنقاط الأساسية بالمحاضرة هاي. موضوع الفورمات تاعت الاوتبوت، لأنه كمان مرة لاحظوا العنوان هنا باك تو اوتبوت، احنا الاوتبوت خلصنا منه، لكن احنا بس هنتطرق بس كمعلومات عامة، يعني بس للفكرة عشان تعرف موضوع الفورمات، ونحمش الموضوع هذا بشكل سريع. لاحظ انت لو كتبت مثلا عندك، لو جربت على نت بينز وعملت مثلا دبل اكس بعطينا 10.0، طبعا هذا مش انتجر ديفيجن، هذا اللي هو اللي هو دبل ديفيجن زي ما انت شايف، فهيعطيني عند الكسور. لكن انا الرقم اللي هنا رقم متعب، اما انا عايزين يعني يكون مختصر، وهذا كلام قايل لي اياه هنا هيك. لاحظ يو مايت وانت تو راوند ذا فلوتنج بوينت نمبر، يعني انت عايز تعمل له راوند، يعني تقلل عدد القصور هنا لخمتين ثلاثة أربعة خمسة، حر انت حسب ما اللي انت حسب النظام اللي انت مستخدمه. عايزين مثلا ل specific number of decimal places، طبعا يعني ما بعد الفاصلة، ممكن نضيف كما اللي هو طبعا اللي هو طبعا الفواصل، لما يكون عندي رقم مثلا فوق المليار، يعني كيف نحط فواصل عشان اسهل في القراءة، لانه هذا عشان يكون عندنا this number will be easier to read. فجافا بتعطينا الكلام هذا، هذه الطرق من خلال استخدام system.out.println println، وهذا طبعا مش print line او print لحاله، println. اعطي مثال هنا سريع، يعني لاحظ ايش عامل. طبعا كلمة الاف فانا حيحل وين الاكس اللي هنا، حتحل مطرحها هيك في الاوتبوت بدل اللي هي الاف، وكلمة اللي هو شايف البرسنت هنا دوت 2 اف، معناته انه الرقم اللي هو الاف بتاعنا اللي هو قيمة الاكس الفورمات تاعته انه خمتين ما بعد الفاصل، واعمل راوند، يعني هذا مفروض مش 66، يعني مش 1.66، لا هذا اعملها كمان راوند، يعني قربها لاقرب قيمة. لاحظ لما زدنا الرقم هذا 7 بدها توضح الصورة، هو كم خانة صارت هان؟ 1 2 3 4 5 6 7 خانات بعد الفاصلة. فاحنا هنا بنحدد قديش عندي النمبر اوف ديسيمال بليسز، يعني ما بعد الفاصلة. مثلا نطلع هذه 4 مثلا، شايف هذه ممكن نعملها، ما حطيناها صفر زي هيك شاطتني، يعني عملت لي رقم بدون فاصلة، يعني زي شبيه بالانتجر. بس دير بالك هذا مش انتجر، هذا رقم مقرب، يعني إذا الرقم عندي 1.5 وإطلع حيتقرب لاثنين، لكن لو أنا عملت هذه انتجر حيعمل لي إياها واحد. لاحظ الفرق بين النتيجتين بين هذا، هذه ملاحظة مهمة، وهذا سؤال تريك على فكرة. لكن إحنا مالينا هذا في عالم البرنت أف، يعني إن إذا أنت حاب تتطرق الموضوع هذا وتتخصص أكثر في موضوع الفورمات النهائية تاعت الأوتبوت. ومثال أنا ما أعطيه موضوع الكومة، برضو نفس الشيء، لاحظ هو بيستخدم هنا الكومة هيك، يعني أنا عندي رقم ضخم زي هيك وعايز أظهره على الشاشة، طبعا المنطقي بأنه يكون بحط الفواصل من الآلاف لأنه هيك أسهل للقراءة. فهذا بيصير من خلال الفورمات هاي، برضو كله يندرج تحت عالم البرنت أف زي ما احنا شايفين. طبعا هنا انت مش عاملين اللي هو الراوند أو الديسيمال بليسز أكم من خانة، هنا طبعا عملناها لخانتين فقربها الكلام هذا. فطبعا اتوقع انه هنا الصوره واضحه، فاللي حاب انه طبعا يدخل بتفاصيل اكثر في عالم البرنت اف هذا الموضوع بيرجع له، احنا بس بنوضح لك بانه الكلام هذا موجود بالجافا هذا، وادخل في العالم في الباب هذا، لكن هذه معلومات عامه، يعني احنا هنا مش حتكون عندنا من ضمن الواجبات او من ضمن الكوزات كمعلومات عامه. هيك احنا بنكون انتهينا من المحاضره، وطبعا خلينا أنا ملاحظة هنا قبل ما ننهي المحاضرة،
انه احنا بدنا نوريك شغلة هنا في موضوع، شايف هذه اللي هي نصيغة هنا هيك، اتوقع انه هيك واضح. نعم، لاحظ هذا المثال اللي هنا، وخليني انا نوضح لك الشغلات اللي جيناها. يعني مثلا هذا موضوع، هذا كان اللي بيحل المشكلة، موضوع this small، او تذكر انت السؤال. شوف انا لو بدي اجي انا هنا اجي الاكس، طبعا هو هنا string صح ولا لا؟ هنا string، لما بضغط على موضوع اللي هنا بيفتح لي القائمة هاي، انا عايز اشوف القائمة هاي. فلاحظ في القائمة هاي مثلا ممكن نطلع كلمة replace all، في replace all شايف هو بياخد string وstring، بس بيرجع لي ايه؟ الريتيرن تايب string. طيب ممتاز، تعال مثلا اللور كيس ذاكر برجع لي ايش؟ string كنا نستخدمها. الابر كيس كان يرجع لي برضه string، ممتاز. تشار ات ايش كان يرجع؟ كاركتر، لانه هو هنا يعني التشار ات وتكتب له انت قيمه هان، زي لما اقول له تشار اكس تشار ات الصفر كان يرجع لي اللي هو الرقم اللي هو الحرف الاول او الكاركتر الاول. مثلا تعال نشوف في يعني هاي كونتينز، الحين لاحظ كونتينز، ايوه انا عايز اوضح النقطه هاي. الحين كلمه كونتينز هنا شو بيرجع؟ بيرجع لي بوليان، يعني اما يعني كونتين او مش كونتين. فالداتا تايب تاعتها انا بوضح لك كيف تقرا الكلام هذا، بوضح لك شو بياخذ هان وايش لازم الريتيرن فاليو، لان الريتيرن هان التايب كثير مهم عشان ما يصيرش عندك هنا اخطاء. مثلا نشوف مثلا هاي كلمه ايكوال المساواه، برضه هيرجع لي الداتا تايب تاعتها بول، يعني ايكوال ولا مش ايكوال، واضح الكلام اللي حكيناه. بعدين مثلا في عندنا في لينكت، طبعا انتجر صح ولا لا؟ ذاكرين حكينا عن الكلام هذا، هذا انتجر بعطيني عدد الكاركترز اللي موجودين بالسترينج. مثلا في ايش في كمان اخذنا؟ لا ذاتس ات اعتقد. نعم، واضح النقطة هنا اللي احنا حكينا عنها. فبالتالي لما نطلع احنا لما بيفتح لنا قائمة زي هيك، ده اول شيء بيقول لي يعني هذا شو، يعني شو طبيعة ال داخل الفانكشن، احيانا بدون احيانا بيطلب مني يكون سترينج. واهم شيء انا عندي موضوع هنا تعرف اللي هو الريتيرن فاليو، شو الريتيرن فاليو تاعته عشان ما يصيرش عندك هنا ايه اخطاء. طيب احنا بنكون هيك يعني وصلنا لنهاية المحاضرة. محاضرة طبعا نختم فيها الجافا فاندمنتالز، ولقائنا القادم ان شاء الله هندخل في عالم الكونديشن وعالم الاف. نراكم إن شاء الله ويعطيكم ألف عافية.